بالخبر اليقين، خبر الهدف الأول لسيد حسين وخبر الهدف الثاني على طول لهيثم متعب، وإحنا بنلعب في الدقيقة الرابعة من عمر وأحداث الوقت الضائع في هذا اللقاء. ومع صافرة النهاية مبروك لبني سويف الفوز بهدفين نظيفين على ناصر الفكرية. استمتعنا بوجبة كروية دسمة من خلال شاشة النهار رياضة، على وعد بلقاءات أخرى قادمة. تقبلوا خالص تحياتي معلقكم الرياضي خالد مصطفى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوهاج بيفوز على الفيوم 1-0 وبيطارد الأسيوطي سبورت. الأسيوطي سبورت النهارده كسب الجونة 6-1، نتيجة كبيرة جدا ونتيجة طبعا بتعبر عن تصدر الأسيوطي ومطاردة سوهاج. ده هدف المباراة الوحيد لصالح نادي سوهاج، وقدر سوهاج يخطف 3 نقاط غالية جدا. مش عارف الكرة خبطت في مدافع وعليت شوية ممكن، وبرضه يعني الحكم كان واقف غلط، حكم كان واقف قدام الراجل اللي بيشوط، كان المفروض يوسع. طبعا فرحه كبيره لنادي سوهاج الفوز النهارده، وكده سوهاج بيرفع رصيده الى 18 نقطه في المركز الثاني خلف الاسيوطي. دي مباراه منتخب السويس ونادي مصر، و2-0 لصالح منتخب السويس. وفوز مهم جدا لمنتخب السويس، ما شاء الله بيتصدر برصيد 18 نقطه. يا ولد ده الهدف الثاني لمنتخب السويس. حلو قوي. 2-0 السويس على نادي مصر، كده السويس في المركز الاول 18 نقطه، وتوقف رصيد نادي مصر عند 14 نقطه. دي مباراه نصر الفكريه وبني سويف، وفوز بني سويف 1-0. على فكرة فريق صيد المحلة كمان في الوقت الضايع قدر يحرز هدف الفوز على دمنهور. صيد المحلة فازوا على دمنهور 1-0. هقول لكم النتائج كلها الماتشات اللي اتلعبت، ونستعرض مع بعض كده موقف المجموعات الثلاثة. في المجموعة الأولى الأسيوطي سبورت فوز على الجونة 6-1، طامية فوز على البداري 3-1، نصر الفكرية وبني سويف زي ما شفنا الهدف بني سويف في اخر المباراه، وقدر بني سويف يحصل على 3 نقاط غاليه جدا من ملعب نصر الفكريه. سوهاج فاز على الفيوم 1-0، وبكره ان شاء الله في 3 لقاءات، الوسطى وكيما اسوان المدينه المنوره وتليفونات بني سويف والالومنيوم مع ديروت. يبقى كده الاسيوطي سبورت فوز كبير 6-1، 21 نقطه من 7 ماتشات، وكده تميز تام لفريق الاسيوطي بيفرق. ولكن سوهاج النهارده فعد فوزه على الفيوم 1-0، برضه سوهاج ورا الاسيوطي، مطاردة مميزة جدا، وكده السوهاج في المركز الثاني 18 نقطة. هنا والمين يا كابتن كريم؟ نروح للمجموعة الثانية، مجموعة اسكندرية، مجموعة القاهرة والقناة. جمهورية شبين فاز على الزرقاء 2-0، كهرباء اسماعيلية والشرقية الدخان 0-0، المصرية اتصالات فوز على البنك الأهلي 1-0 بهدف محمود براني، والمريخ النهاردة فوز كبير على الشهداء 4-0، منتخب السويس زي ما تابعنا فوز على نادي مصر 2-0، والساعه 7 السكه الحديد والقناه ان شاء الله النهارده هنذيع لكم مباراه الساعه 7 السكه الحديد والقناه، وبكره في النصر ودمياط، كوكاكولا وسيراميكا، الترسانه ونجوم المستقبل. نروح لمصطفى الزنك مراسلنا من ملعب كهرباء اسماعيليه، نشوف ايه اللي حصل في مباراه كهرباء اسماعيليه والشرقيه الدخان في مدينه اسماعيليه. اسماعيليه والشرقيه الدخان بفوز فريق بتعادل. تحياتي ليك كابتن كريم، وتحياتي لكل مشاهدي قناه النهار في كل مكان. انتهى بمباراه كهرباء اسماعيليه والشرقيه الدخان بتعادل السلبي للفريقين. من ملعب المباراه معانا كابتن اشرف فريان المدير الفني للشرقيه الدخان. كابتن، هل انت راضي على النقطه النهارده؟ والله الحمد لله والشكر لله على النقطه النهارده. احنا بقالنا الجهاز اللي موجود ده بقاله 5 ايام، لعبنا خلالهم مباراتين في واحده في الكاس وواحده في الدوري، والحمد لله فزنا بتاعه الكاس والحمد لله، وتعادلنا النهارده. نقول الحمد لله على النقطه بتاعه النهارده. احنا بنعمل مجهود على اساس ان احنا بنكمل شغل الكابتن حازم اللي قبلينا، ونكمل شغله وان شاء الله ربنا يكرمنا، وفي اللي جاي هنبقى احسن ان شاء الله باذن الله. هل النهارده قدرت توصل اسلوب لعبك للعيبه؟ طبعا احنا من اول ما حطينا رجلينا في الملعب من 5 ايام في اسلوب لعبنا اتغير، يعني اسلوب اللعب يتغير. لازم نبقى في حاجه بيحس بيها اللاعب في الملعب، ان هو يعني في حاجات كتير اتكلمنا فيها
والحمد لله اللعيبه نفذوها بنسبه لغايه دلوقتي قول 60% تقريبا. يعني كابتن شايف المباراه القادمه ازاي؟ المباراه القادمه مع فريق منتخب السويس. والله فريق منتخب السويس فريق محترم بيمرنه مدرب محترم وكابتن خالد صاحبنا برضو وحبيبنا، وان شاء الله باذن الله هنحاول نادي اقصى جهد ان احنا نكسبه في ملعبنا ان شاء الله باذن الله. شكرا كابتن بالتوفيق. الله يخليك يا فندم. كابتن كريم، لسه لقاءاتنا مستمره، معنا الكابتن ناصر فتحي المدرب العام لفريق كهرباء اسماعيليه. كابتن ناصر، هارد لك النهارده نقطه بطعم الهزيمه لفريق كهرباء اسماعيليه. احنا الحمد لله بنحمد ربنا على كل شيء طبعا على البونت. احنا كان نفسنا ان احنا ربنا يكرمنا النهارده، برضو احنا لاعبين ماتش من يومين ماتش كاس اثر على لعبتنا جامد، يعني نحمد ربنا الحمد لله. فرقه الشرقيه النهارده فاجئونا بالمستوى، والله فرقه بتلعب كوره محترمه ليهم تاريخ طول عمر الشرقيه الدخان، معروفه ان هم لعيب الكوره ولعيب الكوره محترمه. كابتن، شايف لقاءات القادمه ازاي لفريق كهرباء؟ كل اللقاءات هتبقى صعبه، مفيش حاجه اسمها سهله، كل الماتشات اللي هتلعبك مفيش حاجه سهله، كل الماتشات صعبه، مفيش حاجه. كل المستوى ديك شايف فرقه الشرقيه النهارده 5 بونت وكان ممكن الجيم رايح جاي، بس بنحمد ربنا على كل شيء الحمد لله. شكرا كابتن، ان شاء الله. شكرا كابتن. لسه لقاءاتنا مستمره، معانا اللاعب احمد حماد لاعب فريق كهرباء اسماعيليه. كابتن، هارد لك النهارده نقطه بطعم الهزيمه. اول الحمد لله رب العالمين على البونت، برضه بونت يعني هو مش كان في حساباتنا، احنا كنا عاملين حسابنا على 3 بونت، بس الحمد لله يعني قدر الله ما شاء فعل، يعني عملنا اللي علينا، في كور ضاعت مننا وكور ضاعت منهم، يعني ماتش سجال بين الفرقتين الحمد لله رب العالمين. كابتن مصطفى قال لكم ايه بين الشوطين؟ كابتن طارق كابتن طارق كنا بنلعب احنا الشوط الاولاني كانت راجعين لورا شويه، فحبينا نطلع نلعب لقدام ونلعب كور طويله، عندنا الهافات بتوعنا سرعه شويه فبنلعب عليها ولعب على الكوره العرضيه والاختراق برده من الجنب، بس يعني الحمد لله اشتغلنا عليها وضيعنا كور ولينا في ضربه جزاء، مش ضربه جزاء ما شفناها، يعني مش عارفين هي ايه بالظبط، بس الحمد لله الحمد لله. شكرا كابتن توفيق. عوده لك كابتن كريم للاستوديو التحليلي، لك الكلام. لا. طيب، تعادل سلبي 0-0 في ملعب كهربة إسماعيلية، كهربة إسماعيلية والشرقية الدخان. عايز أقول لكم برضو أن فريق البنك الأهلي قدر يحرز هدف في نهاية المباراة مع المصرية اتصالات، وكده نتيجة تعادل 1-1 المصرية اتصالات وطبعا فريق البنك الأهلي. خلينا برضو أقول لكم نتائج المجموعة الثالثة، مجموعة إسكندرية وبحري. صيد المحلة فاز على دمنهور 1-0 بهدف إبراهيم يحيى. الحرية كانت آخر نتيجة 1-0 على ديكيرنس، وفريق فاركو فوز على مياه البحيرة 2-1. بعد ربع ساعة من دلوقتي هتبدأ مباراة مهمة جدا 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 في المجموعة الثالثة، مباراة غزل المحلة والرجاء. الرجاء متصدر برصيد 16 نقطة، وفريق غزل المحلة في المركز التاسع ب 10 نقاط. خليني أروح للكابتن جمال عبد الحميد والكابتن وليد صلاح الدين والكابتن محمد شوقي، كابتن جمال حمزة، ونعرف رأيهم في فوز سوهاج على الفيوم 1-0، وفي برضه رأيهم في بقية نتائج ماتشات الثلاث مجموعات. كابتن جمال، سوهاج والفيوم، سوهاج خطف 3 نقاط بسرعه كده. طبعا سوهاج احنا قلنا هيبقى فيها اهداف لان الفرقتين عايزين يكسبوا، لان سوهاج هي قلت لك الكابتن شباب منهم هيقول يا جماعه الجون عمال يكسب بالاثنين والثلاثه والخمسه، واكيد التليفونات شغاله يا اولاد الجون كسب 5 كسب 6 الاسيوطي، فسوري الاسيوطي كسب الجون 5-6، ف تحفيز وروح عالية ويلا ونهاجم، لدرجة ان هم كان كل كرة بينهوا على الجول وكان الجول متألق. انا مش عارف الهدف ده جه ازاي، هل جف حد وطلع او عليت شوية وكده، فهو طبعا مكسب عادي جدا لسوهاج لانه على ملعبه وجه في توقيته ان الاسيوطي كسب. ايوه، كسب الجونه، فالمجموعه اشتعلت شويه فوق شويه، اشتعلت شويه بالظبط. خلينا نروح لاستاد غزل المحله مع مراسلنا محمد غنيم ونعرف الاجواء والكواليس قبل بدايه مباراه المحله والرجاء، مباراه طبعا زي ما قلنا مهمه جدا في الاسبوع الثامن من بطوله الدوري. كابتن كريم حسن شحاته ولكل مشاهدي قناه النهار رياضه، مباراه الرجاء وغزل المحله لاول مره غزل المحله النهارده بيطبق استراتيجيه جديده من الكابتن محمد عامر، هي وجود 7 لاعبين من غزل المحله داخل ارض الملعب. استراتيجيه جديده، هنسال الكابتن محمد عامر اسبابها ايه. كابتن محمد عامر، المدير الفني لفريق غزل المحله، لاول مره من غزل المحله النهارده بيبقى في 7 لعيبه من ابناء غزل المحله، اسباب حضرتك ايه النهارده؟ والله يعني طبعا يعني ده الطبيعي ان يبقى في اكتر من 6 لعيبه في الملعب من غزل المحله، وده بيزيد الـ 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 الانتماء لفرقته والكلام ده كله. وبعدين هم يعني في الوقت الحالي هم اكفأ في الدخول في الفريق، عشان برضو مش عايزين يبقى في حته تعصب ولا حاجه، نقول انا بتعصب لاولاد المحله. اولاد المحله هم كفؤوا فعلا ان هم يبقوا موجودين النهارده في المباراه، وانا عندي 32 لعيب كلهم كويسين جدا،
ويعني انا بشتغل برضو كل مباراه بيبقى لها رجالتها، مش معنى كده ان انا بغير بشكل كبير، لا في 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 حدود المعقول، لان انت طبعا عارف الملاعب المختلفه اللي احنا بنروحها، ملعب صغير زي ملعب كوم حماده دوت ما كانش يلعب فيه غير 7 ضد 7، بنلعب 22 لعيب فيه، فطبعا احنا بنتلون على حسب كل ماتش، على حسب تكتيك كل ماتش، على حسب الفرقه اللي بنلعبها شكلها ايه، فاحنا بنحط الناس المناسبه لهذه المباراه. كابتن عامر، شفت حضرتك قبل اللقاء عملت اجتماع مع جماهير غزه المحله، ايه اللي حصل في الاجتماع؟ نحب نعرف جماهير كده المحله ايه اللي حصل في الاجتماع. والله يعني هم اللي يعني جماهير غزه المحله اللي كانوا شويه عرفوا وضع مظبوط، فجاي جايين يعني ياخدوا بخاطري وجايين يأزروا الفرقه النهارده، وانا ساعدت انهم يخشوا الملعب عشان برضو احنا محتاجين المؤازره من جماهير غزه المحله، واحنا على فكره اي فرقه محتاجه جماهيرها تؤازرها، لان احنا من غير جماهير غزل محله ولا حاجه، احنا ان شاء الله باذن الله بجماهير غزل محله فرقه غزل محله هتصعد للدوري الممتاز باذن الله. ازاي تم اعداد اللعيبه نفسيا لحديث اللقاء؟ طبعا هو المباراه النهارده بالنسبه لنا مهمه جدا، احنا عندنا 10 بونت، المنافس النهارده عنده 16 بونت وهو يعتلي قمه المجموعه. المباراه النهارده باذن الله لو ربنا كرمنا وكسبنا هتبقى ب6 بونت، لينا مباراه مؤجله ان شاء الله نبقى مع الكبار زي ما بيقولوا، لان احنا هدفنا من الاول الصعود للدوري الممتاز، فاحنا لابد ان احنا نكون نتائجنا تليق بينا وتليق بغزل المحله ان شاء الله. ازاي قدرت تخرج اللعيبه من تعادل كوم حماده؟ خرجناهم الحمد لله، احنا يعني هي دي الكوره، ولابد ان احنا ننسى حاجه خلصت. اي نعم احنا تعادلنا 5 مباريات، وخمس مباريات يعني معناها ان احنا فقدنا 10 نقط، لكن هي الكوره كده، لابد ان احنا نواجه، وانا متاكد ان وعندي ثقه في الله ثم في لعيبتي، في المواجهات الصعبه هم بيأدوا بشكل كبير جدا بخلاف المواجهات السهله، اللي يعني المواجهات السهله دي احنا بنقول ان برضو ملاعب بتأذينا شويه، وانت عارف الملاعب في الدرجه الاولى مش كلها كويسه، لكن ان شاء الله احنا نتعشى النهارده ان شاء الله باذن الله احنا نخش مع الكبار في المنافسه على الصعود للدوري الممتاز ان شاء الله. كابتن عامر، امبارح حضرتك عملت اجتماع مع اداره نادي غزل المحله، ايه اللي دار في الاجتماع؟ والله يعني اداره غزل المحله اداره محترمه جدا، يعني هم جم يومين ورا بعض التدريب وازروا اللعيبه، ودي كانت لفته جيده منهم جدا، واتكلمنا في كل شيء ان احنا الدوري لسه طويل، وان شاء الله باذن الله اللعيبه دي في تحسن، انا شايف ان اللعيبه بتاعتنا في تحسن من اول مباراه الحمام، اول مباراه لينا لغايه النهارده بيتحسنوا في 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 على مدار السبع مباريات، لان احنا فرقه جديده، خلي بالك احنا بخلاف كل الفرق احنا فرقه جديده، احنا ماشيين السنه اللي فاتت 24 لعيب وجبنا غيرهم، فاحنا 32 لعيب اغلبهم جديد، فلا بد ان يبقى فيه يعني مع المباراه يبقى فيه تجانس وترابط، الحمد لله احنا ما ضاعش مننا كتير، عشان انا عارف ممكن في الساده المحللين طبعا الضيوف ان انا برحب بيهم، انا نسيت ارحب بيهم هم وكابتن كريم، يقولوا ان يعني ما انت هيضيع منك كتير ما انتش هتنافس، لا الحمد لله احنا ما ضاعش مننا كتير، ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه هنبقى واقفين على رجلينا احسن من الفتره السابقه ان شاء الله باذن الله. شكرا كابتن محمد. شكرا. يمكن كابتن كريم ده كان لقاءنا مع الكابتن محمد عامر المدير الفني لفريق غزل المحله، اللي اكد ان المره الاولى يبقى في 6 من لاعيبه غزل المحله داخل ارض الملعب، وجه الشكر لاداره غزل المحله على مساندتها للفريق خلال الفتره الماضيه. كيفك على اداء تحكيم النهارده؟ والله انتوا شايفين حكام مستفزه، واللجنه مظلومه اللي بتحط الحكام، لان هي دي امكانيات حكامنا، بس بقى مانيش عارف ايه الحظ اللي يجوا لي عندي هنا اللي ليه سوابق مع الزرقاء وجاي يعمل بطولات في الزرقاء. انا عايز الحكم اللي هيجابني في الزرقاء هيبيعني بره، انا مش عايز حكم يجابني، لكن عايز ناس تتقي الله، مانيش عايزه يجي يقول انا بطل هنا اهو وانا بعرف اعمل اللي انا عايزه. طب ما تعمل بس احكم صح. انا هبعت له مسداه تاني وسداه اللي فاتت، والراجل اللي خد جون الماتش اللي فات وضرب الجزاء في الشوط الاول، انا ما عدتش عارف اقول ايه، لان انا مش عايز اتكلم على حكام، لان انا واثق جدا ان لجنه الحكام ناس محترمين، واللي بيحطوا الحكام اقصى احترام،
وانا بحترمهم لان انا ما اعرفش الحكم، انا بحترمهم لان ما اعرفش الحكم اللي هو في الملعب عندي، دي بتزيد احترامي ليهم رغم علاقتي بهم، لكن ما بعرفش اسم الحكم والله اللي هو في الملعب. فانا عايزهم بقى يعني يشوفوا اللي ليه سوابق مع الانديه يبعدوها عنه، اللي ليه سوابق ده ليه سوابق معانا وفي قبله ليه سوابق، هيقولوا لي هنجيب مين يعني؟ راعوا بقى، ادرسوا ادرسوا النفسيه بتاع الحكام بقى، لان هي بقت نفسيه. لكن حرام حرام حكم بيستفز ويخرج يخرجنا عن شعورنا، احنا بشر. شكرا. شكرا. ماشي. طيب يعني شفنا تصريحات طبعا كابتن محمد عامر مدير الفني لنادي غزل المحلة، وشفنا ايضا تصريحات الاستاذ سمير موسى رئيس نادي الزرقاء بيعترض على التحكيم النهاردة، كان فرقته بتلعب نادي الزرقاء بيلعب مع جمهورية شبين وخسر على ملعبه من جمهورية شبين 2-0، هو بيعترض على الحكم نادر امر الدولة. طيب خليني اقول لكم نتائج المجموعة الثالثة، الماتشات اللي اتلعبت النهاردة او المجموعة الثالثة. صيد المحله ودمنهور 1-0 لصيد المحله، الحريه ودكيرنس 1-0 للحريه، فاركو فوز على مياه البحيره 2-1. وهنبدا دلوقتي مباراه غزل المحله والرجاء، خلينا نشوف تقرير عن المباراه وبعدين نرجع ناخد راي كابتن وليد صلاح الدين وكابتن جمال حمزه وكابتن محمد شوقي وكابتن جمال عبد الحميد. في لقاء من العيار الثقيل والذي يعد من أقوى مباريات الموسم لما يملكها الفريقان من تاريخ كبير وخبرات كثيرة، يلتقي غزل المحلة مع فريق الرجاء ضمن مباريات الجولة الثامنة من دور القسم الثاني المجموعة الثالثة. يسعى أبناء المحلة لإرضاء جماهيرهم الكبيرة وتحقيق انتصار يعيد الروح للفريق ويحيي آمال المنافسة على الصعود للدور الممتاز، حيث يحتل الغزل المرتبة التاسعة وفي رصيده 10 نقاط، ويعول أبناء الغربية على مهارات لاعبي وخبراتهم في حسم النتيجة لصالحه، فيما يخوض الرجاء هذا اللقاء بهدف مواصلة الانتصارات والوصول للنقطة 19 والحفاظ على قمة المجموعة وحسم الصراع على القمة لصالح أبناء مطروح مبكراً. غزل المحلة والرجاء لقاء في الأسبوع الثامن من لقاءات المجموعة الثالثة، مجموعة اسكندرية وبحري، الرجاء في المركز الأول زي ما قلنا برصيد 16 نقطة، غزل المحلة في المركز التاسع 10 نقاط، ولكن الرجاء لعبوا 7 ماتشات المحلة 6 ماتشات فقط. كابتن وليد صلاح الدين، ماتش مهم، فرقتين تقال، الرجاء ماشي كويس جدا في المركز الأول والمحلة بيحاول النهاردة يقرب الفارق مع المراكز الأولى. بص، واضح ان في ثقة في كلام كابتن محمد عامر، باين قوي ان هو عنده ثقة في لعيبته، واضح ان هم بدأوا يتلافوا الأخطاء اللي عملوها الأسابيع اللي فاتت، في جلسة ما بين الكابتن محمد عامر والإدارة، واضح انه حطوا النقط فوق الحروف، باين ان في جلسة بين الجماهير وبين او بين بعض الجماهير وبين الكابتن محمد عامر، واضح ان تحس ان في مؤازره من كل الجهات النهارده ان غزل المحله يبقى الفريق الوحيد اللي ما اتغلبش ويضيف 3 نقط مهمه جدا، يوصل للنقطه 13 ويبقى ليه كمان مباراه، فبالتالي يقرب من المنافسه. هو دلوقتي في المركز العاشر وبعيد جدا، لكن لو كسب النهارده هتلاقيه قريب جدا، هتلاقيه رابع، ودي حلاوه المنافسه في كل المجاميع. لكن النهاردة الكابتن محمد عامر أكيد عايز فوز، يعني حتى التعادل ما ينفعوش على ملعبه. مغير بقى 5، مغير 6، مغير 7 لعيبة بقى من غزل المحلة، لعيبة من برا المدينة، دي ملهاش علاقة خالص، هو في الآخر حسمها وقال هم الأكفأ. لما بيكون 7 من أبناء البلد نفسها بيبقى عندهم انتماء أكتر، بيبقى عندهم خوف على الفرقة أكتر. لا أختلف معك تماما، أنا شايف أن الأكفأ هو اللي بيبقى عليه خوف وخايف على نفسه وخايف على مكانه وخايف على اكل عيشه وعلى رزقه، ملهاش علاقه خالص ولا ابن البلد ولا مش ابن البلد، وملهاش علاقه بالقصه دي خالص. نادي الزمالك جاب 19 لعيب كلهم من بره نادي الزمالك وخدوا دوري وكاس، وهم ولا بالذات لما يكون نادي جماهيري يا كابتن، ونادي جماهيري انا ماليش دعوه، المهم ان اللي يكون موجود جوه يبقى هو الاكفأ. انا بلعب بباك ليفت، باك ليفت من المحله من بره المحله هو الاحسن ولا لا؟ والكابتن محمد عامر حسمها علشان ما يبقاش فيها قيل وقال،
هو قال لك السبعة دول هم الأكفأ ويستحقوا يلعبوا من وجهة نظره طبعا. فبالتالي دي نقطة يعني أنا بأكد عليها، لأن كمان حتى حصلت لنا على المستوى الشخصي، حتى لما روحت نادي الاتحاد السكندري في سنة استثنائية كان ثلاث أرباع اللعيبة من بره، كابتن نادر السيد وكابتن سمير كمونة وكابتن حسن مصطفى، ملهاش علاقة ابن النادي ولا ابن النادي ولا مش ابن النادي، انت ليه علاقة الجيل الذهبي للنادي الأهلي مع كامل الاحترام طبعا كل الأجيال ذهبية، لكن الجيل الذهبي شوقي وتريكا وبركات هم مش من النادي الأهلي، لكن هم أدوا أحسن من ناس من ولاد النادي الأهلي. طيب جمال حمزة، عايزة يعني أسألك برضو أن الفترة اللي فاتت كنا متابعنا الأحداث اللي كانت بتحصل في المحلة، قلة من جماهير المحلة كانت بتهاجم الكابتن محمد عامر، يعني عايزين يمشوه بيضغطوا عليه. النهاردة المحلة بيلعب على أرضه مع الرجاء، الماتش اللي فات هو تعادل مع كوم حمادة خارج ملعبه 0-0، في ضغوط على المحلة أكتر من الرجاء النهاردة؟ أكيد طبعا، يعني هي الضغوط المباراة اللي فاتت غير مبررة خالص، لأن المحلة يعني شايف ان نتائجها مقبوله لغايه دلوقتي، مش بعيد الفرق مباراتين، فرقه ما اتغلبتش خالص. انا ممكن اكون بس عايز اعلق على موضوع ان انت من البلد او من بره البلد، ان ممكن النقطه دي الجمهور بس يصبر عليك شويه، لو انت من المحله او انت من ابناء النادي ممكن الجمهور بس اللي يصبر عليك اكتر من اللعيبه اللي بره بس. طيب خلينا نشوف تشكيل غزل المحله النهارده. في حراسه المرمى محمد فوزي، قدامه اثنين مساكين احمد عبد الرحمن واحمد عبد الرسول، رائد منسي ناحيه اليمين، وليد بدران ناحيه الشمال، مدحت ابراهيم في نص الملعب، فقوسه كمان عنده 16 سنه لعيب صغير يعني في فريق غزل المحله، مدحت ابراهيم فقوسه 16 سنه يعني حاجه عشان كده لابس 33 بالظبط، قدامه خالد الاخميمي ونادر فؤاد ومحمد فخري واحمد فهمي وجونيور بو النهارده المهاجم النيجيري لفريق غزل المحله. بالنسبه لفريق الرجاء يعني بقياده الكابتن طارق محجوب المدير الفني، محمود كوكو في حراسه المرمى، قدامه اثنين مساكين سعيد احمد واحمد ابراهيم، وناحيه الشمال عادل السيوي، ناحيه اليمين علي العربي، امير قيصر واحمد فتحي في نص الملعب، قدامهم اربعه اثنين تحت اثنين مهاجمين، ابراهيم رخا ومحمود المغربي وجبريل ايلا اللاعب الافريقي ومحمد عبد القوي حمبوزو او حمبوزو. ما هي مكتوبه كده. شو متوقع ايه المباراه دي المحله والرجاء؟ احنا قلنا توقعاتنا مش هتبقى واضحه جدا لحد ما نشوف الشوط الاول هتبقى الامور ماشيه ازاي، ولكن محله نتائج وارقام ما خسرش ولا ماتش، اظن ان هو بس المشكله عنده كانت في ملعبه ان هو ممكن يكون يتعادل ماتشين او حاجه زي كده، هي كانت المشكله ان نكسب على ارضك بس ما كسب ده هو من الماتش اللي قبل اللي فات، وتعادل الماتش اللي فات مع كوم حماده خارج ملعبه، بس جماهير المحل عايزه مكسب على طول. طبعا هي كل واحد بيبص لفرقته من حتته هو، لكن اظن ماتش كويس وهنشوف مباراه كويسه. سريعا كابتن جمال في جمله كده، رايك ايه في المباراه دي او توقعاتك؟ يعني بصوا كابتن محمد عامر قال اللي انا عايز اعلق عليه، قال انا بصالح جمهور المحله، داخلين عشان يعتذروا لي، فانا سمحت لهم ان هم يخشوا، ولكن النتائج اللي هتحسم زي هم يسقفوا او يقولوا له شكرا يا كابتن محمد. هو شكله هو بيتكلم متوتر مشدود شويه متوتر. طيب خلينا نروح نتابع مباراه المحله والرجاء من استاد غزل المحله مع معلقنا هشام مصطفى، ان شاء الله نستمتع باحداث الشوط الاول ونتقابل بين الشوطين ان شاء الله.